السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي الأعزاء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤية الصالحة. الرؤية الصالحة يا أحبابي فهي من الله للعبد المؤمن الصالح. فرؤية الملائكة عليهم السلام رؤية صالحة، رؤية الملائكة في النوم إذا كانوا معروفين مستبشرين يدل على ظهور شيء لصاحب الرؤية، وعز وقوة وبشارة ونصرة بعد ظلم، أو شفاء بعد مرض، أو أمن بعد خوف، أو يسر بعد عسر، أو غني بعد فقر، أو فرج بعد شدة، وتقتضي أن يحج صاحبها إن شاء الله بإذن الله. في تكملة لتفسير رؤية سيدنا جبريل وميكائيل إن شاء الله بإذن الله في الحلقة القادمة، انتظروني في الحلقة القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أم الصابرين لتفسير الأحلام والأدعية، والله أعلى وأعلم.